السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب، عشنا عنك، يعطيك العافية. هذا أحد الجيران عنده إبداع في الإحسان، ابتكار في الإحسان. أنا الآن راجع من صلاة الفجر، وكل يوم أجد هذا فوق الطاولة. جزاه الله خير. أنا كنت أظن أن هذا باقي من جلسة الليل. اليوم أنا رايح المسجد الفجر، رأيت الشقالة تخلي هذه الأمور فوق الطاولة، فاتضح لي أن الأمر ليس نسيان من قعدتهم في الليل، وإنما هو ابتكار في طرق الإحسان. كل يوم قبل الفجر يحطون هذا فوق الطاولة، ماء وقهوة بسكوت وخفايف للفقراء والمساكين. فجزاه الله خير صاحب هذا البيت، من غير ما أذكر الاسم، لأن هذا الرجل يعني عنده نوع من الابتكار في الإحسان أو من الإبداع في طرق الإحسان، فجزاه الله خيراً.